بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل ان شاء الله لسون فور النهاردة، درس الرابع من السلسلة بتاعتنا بتاعت الماس سنة ستة بتاعت الانتجرز. درس الرابع بتاعنا بيتكلم عن حاجة اسمها multiplying and dividing integers، يعني الملتبلاي والديفايد في الانتجرز. طبعا احنا كنا اتكلمنا الدرس اللي فات عن الايه، عن الاد الاديشن والايه والسبتراكشن، يعني البلس والماينس، والمرة دي هنتكلم على الملتبلاي والديفايدنج. في الدرس دوت عايزين نركز على شوية حاجات كده هي المهمة في الدرس ده. تقريبا الدرس دوت بنسبة كبيرة نفس الدرس اللي قبله بتاع الاد والسبتراكت، بيتكلم برضو على الخواص اللي هي الكلشور والكوميتيتيف والاسوشيتيف والكلام ده كله، بيزود عليها حاجة اسمها الديستريبيوشن. برضو الديستريبيوشن دي ما تفكروش فيها اصلا، سيبها شيلها من دماغك خالص. في الدرس ده اهم حاجة عندي اطلع منه من ان انا اعرف استخدم الآلة في حل الحاجات، يعني ان انا ما اتلخبطش ما بين القوس دوت والقوس دوت، لان ده حاجة وده حاجة تاني خالص. دي براكتس عادية خالص اسمها براكتس، بتعملش اي حاجة، بتحط على الآلة وعايزين نعرف بنحطها على الآلة ازاي، انما دي اسمها ابسوليوت، ماشي؟ دي بتعمل حاجات، دي ليها تأثير على الرقم. الرقم لو نيجاتيف، لو مش نضيف زي ما اتفقنا، بنطلعه ايه؟ نضيف بالبوستيف. انما لو كان بوستيف نضيف زي ما هو كده يطلع زي ما هو. بنحطهم على الآلة ازاي دي اهم حاجة. يعني مثلا فور اكزامبل، مثلا عايزين نعمل حاجة زي كده، خلي دي براكتس عادية 5. ده بيجي لي سؤال زي كده في الامتحان، ما بيقولكش بقى عايز خطوات ولا عايز اي حاجة، المهم ان انت تعرف تحط على الآلة، المهم ان انت تعرف تحط كل براكت من دولت على الآلة. طيب تعال نجرب كده اهو. البراكت الاولانية دي اللي هي ايه، مش براكت بقى، الابسوليوت فاليو اوف نيجاتيف 3، اتفقنا شيفت هايب صح، نيجاتيف 3، وبعدين نطلع عايز بلس، نفس اللي موجود بالظبط البراكتس العادية اللي هي الفايف، يطلع علينا بايت، وهو ده الناتج الصح، ماشي؟ يبقى ان احنا نعرف نحط الابسوليوت ازاي والبراكت ازاي، دي مهمة جدا جدا جدا، لان دايما في الامتحانات بيجي سؤال زي كده بيختبرني، بيشوفني انا بعرف استخدم الآلة ولا لا، او عارف الفرق ما بين الابسوليوت البراكت الابسوليوت والبراكتس العادي ولا لا، تمام؟ وطبعا هيتكلم زي ما اتفقنا على الكوميتيتيف، لو فاكرين انا معايا كوميتيتيف كنا بنعمل ايه في الكوميتيتيف، ها بنبدل، ايوه صح نبدل، يعني زي مثلا زي ما المعاصر مثلا في اكزامبل 2 حاططها لي هنا، حاطط لي مثلا نيجاتيف 4، دايما النيجاتيف بيتحط في اقواس يا جماعه، ماشي؟ نحفظ بقى دي كويس قوي، ماشي؟ مالتبلاي 57 multiply negative 25. على فكرة لو حطيت أقواس ما يضرش، ماشي؟ يعني هي موجودة في المعاصر لو خدت بالك، ما من غير أقواس صح، بس لو حطيت أقواس ما فيهاش مشكلة، بتطلع نفس الناتج، حتى جربها على الآلة كده هتلاقيها طلعت معاك كده، ماشي؟ هو في المعاصر مش حطيت أقواس، أنا حطيت أقواس فما عنديش أي مشكلة، الأقواس دي مش مؤذية بالعكس، ماشي؟ طيب هنعمل إيه كوميتيتيف، يعني إيه؟ ها فاكرين تبادل صح، هنبدل، يلا نبدل دي مع دي، هنقوم عاملين نيجاتيف 4 زي ما هي، ما عملناش فيها حاجه صح، مالتبلاي هنجيب لها النيجاتيف 25 جنبها، مالتبلاي ال 57 هيشيلها من القوس تاني ولا اي مشكله، ماشي؟ بس وبنجيب دي على الاله، يلا نعرف نحطها على الاله ولا هنتلخبط؟ لا مش هنتلخبط خلاص، الاقواس دي احنا عارفينها اللي هي دي صح، اهي نيجاتيف 4، ونقفل القوس ملتبلاي نيجاتيف 25، ونقفل القوس برضو ملتبلاي 57، ويطلع معنا الناتج 5700، وهو ده الناتج الصح. هنعمل نفس الكلام في رقم بي اللي بعديه على طول، جايب لي 8 ملتبلاي 2 ملتبلاي 125 multiply negative 50، وبيقول لي اعمل لي كوميتيتيف، يعني نبدل، هنبدل في النص دول مع بعض، نجيب دي كده ونجيب دي كده، ماشي؟ ادي ال 8 multiply، ها بدلنا، يبقى 125 multiply ال 2 جت هنا multiply ال negative 50،
صح كده؟ وبعد كده هنحسب دي، او ممكن نقسمهم، هنحسب دي لوحدها ودي لوحدها زي ما هو معمل. 8 multiply 125 على الآلة على طول، 8 multiply 125 يطلع لنا 1000، multiply دي نجرب 2 multiply negative 50 زي ما موجودة بالظبط، 2 multiply نفتح bracket negative 50 negative 50 طلعت بكام؟ من negative 100. يبقى هنحطها جوه قوس، مادام negative يبقى نحطها جوه قوس. تيجي بقى نطلع الناتج بتاع الكلام دوت. يلا نحطها برضو على الآلة زي ما هي زي ما اتفقنا. يلا 1000 multiply نفتح قوس negative 100 تطلع معايا ب negative 1 2 3 4 5 0، negative 1 2 3 4 5 0 وهي دي النتيجة الصح. طبعا لو خدتوا بالكو احنا هنا عملنا associative كمان صح، لما جمعنا دي ودي مع بعض وطلعنا ناتج وبعدين ناتج احنا كده عملنا associative صح. عملنا في الاول commutative بدلنا وبعدين عملنا ايه associative، يعني جمعنا في اقواس صح، مش هنقول الاقواس دي اللي هي الاسوشيتيف، طلعنا الناتج. يبقى احنا كده اشتغلنا كوميتيتيف واسوشيتيف تمام. الجزء بقى اللي بعده بتاع الديستريبيوشن دوت مش عايزكم تبصوا عليه ولا تركزوا عليه خالص، موضوع ما بيجيش اصلا في الامتحانات، سيبكم منه خالص خالص خالص، وموضوع صعب جدا ومعقد جدا 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 معاصر عامله، ما تبصش عليه اصلا ماشي، انساه خالص. كل اللي عايزه في الدرس دوت ان انت تدرب ايدك ان انت تشتغل بالآلة صح، يعني لما يجيلك حاجة بالآلة تعرف تكتبها على الآلة صح وتحلها تمام. معلومة مهمة تاني عايزين نعرفها في الملتبلاي، هي لما بعمل ملتبلاي لأي اتنين أرقام نيجاتيف بيطلع رقم بوستيف، يعني مثلا نيجاتيف 2 ملتبلاي نيجاتيف 3 دايما هيطلع الرقم بوستيف. طب أنا لازم أعرفها؟ يعني كده كده مع التكرار هتعرف إنها دي ده حاجة أساسي بتحصل، بس طبعا أنت معاك الآلة فلما يجيب لك رقم نيجاتيف في نيجاتيف أنت هتحطهم على الآلة هيطلع لك أوتوماتيك بوستيف. تيجي نجرب؟ يلا نجرب. أهي نيجاتيف 2 ملتبلاي نيجاتيف 3 الاتنين نيجاتيف أهو صح؟ طب بص الناتج هيطلع إيه؟ بوستيف تمام؟ يبقى دي قاعدة ثابتة، دايما أي رقمين نيجاتيف ملتبلاي نيجاتيف بيطلع بوستيف. مش فاكر وجالك سؤال في الامتحان قال لك نيجاتيف في نيجاتيف نيجاتيف نمبر ملتبلاي نيجاتيف نمبر ايكوال ايه، اعمل على الآلة، خد الآلة واعمل اي رقمين نيجاتيف انت اللي تختاره، اعمل نيجاتيف في نيجاتيف هتلاقي طلع لك رقم بوستيف على طول. يبقى نيجاتيف ملتبلاي نيجاتيف يطلع لي بوستيف على طول تمام. معلومة مهمة جدا دي وحطها في دماغك عشان تيجي برضو في الامتحان. الجزء بتاع الديفايدد انا مش عايز منه حاجة برضو غير ان انت تعرف تستخدم الديفايدد على الآلة، يعني مثلا بص مثلا على صفحة 51 في المعاصر، تعال نجرب على التراي باي يور سيلف دي الاسئلة اللي مش محلولة. اول واحدة بيقول لنا ايه نيجاتيف 6 ديفايدد نيجاتيف 2 ايكوال كام، حاجة في منتهى السهولة بس انت تشوفها تتخض، عينك لو حطيتها على الآلة زي ما هي كده اهي نيجاتيف 6 ديفايدد نفتح قوس نيجاتيف 2 بص طلع كام على طول 3 بس خلصت ماشي. يبقى هو عايزني اعرف استخدم الاقواس في الآلة كويس، اعرف استخدم امتى استخدم القوس دوت وامتى استخدم الابسوليوت زي ما اتفقنا صح كده. طيب نحل واحدة كمان، أي واحدة نفس كلهم نفس الطريقة، مثلا رقم F آخر واحدة 144 divided 12، لأ دي مش محتاجة دي، ده على الأقل هحطها على طول هيطلع الرقم مش محتاجة أهي 12 على طول أهي، دي مش محتاجة أصلا يعني أسئلة طبعا في منتهى السهولة مش محتاجة ماشي. اهم حاجة نعرف نستخدم الآلة زي ما اتفقنا. وهكذا بقى الأسئلة بتاعت الديفايدد، بص مثلا معايا على اكزامبل 6 كده مثلا جايب لي حاجة كبيرة شوية 36 ديفايدد نيجاتيف 6 قفل البراكتس وقال لك ديفايدد 2
يقول لك شوف ديت الريزلت بتاعها ايكوال اللي جنبها ولا لا. احنا هنعتبر ان دي مسألة لوحدها وعايز يطلع الريزلت بتاعها، هنحطها على الآلة ازاي؟ بنفس الخطوات اللي هو حاططها، نفس الحاجة، امشي بالترتيب اهو. هنفتح براكت صح، وبعدين 36، بعدين ديفايد، بعدين نفتح براكت للنيجاتيف 6 صح، بعدين نقفل براكت عليها، وبعدين نقفل البراكت الكبير صح، براكت براكت اهو، بعدين ديفايدد 2 ناتج نيجاتيف 3، يبقى كل ده هيساوي نيجاتيف 3. ماشي، بس هو ده اللي انا عايز اعرفه من الدرس بتاع النهارده، ان احنا نعرف نستخدم الآلة كويس جدا، ونعرف نفرق ما بين القوس دوت وما بين دوت زي ما اتفقنا. ده اسمه ابسوليوت، بيطلع اي رقم نيجاتيف جواه لبوستيف، انما مش العكس، لو في رقم جواه بوستيف يبقى هو هو زي ما هو بوستيف. تمام، بجيبه من على الآلة ازاي؟ بعمل شيفت هايب وبكتب الرقم اللي انا عايزه جوه، انما الاقواس العادية عندي هنا هي اللي هي دي، ودي ما بتعملش اي حاجة، ملهاش اي 30 لازمة، يعني لا بتخلي نيجاتيف بوستيف ولا بوستيف نيجاتيف، ملهاش اي لازمة، زي ما هي كده. مجرد ان انا لما بيبقى معايا رقم نيجاتيف دايما بحطه جوه الاقواس دي عشان احميه. ماشي، حتى لو لاحظت في المعاصر جايب الاسئلة بتاعت الدرس دوت حاجة كلها بالآلة، يعني بتبقى ماسك الآلة تيك 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 على طول، مفيش اي مجهود. ماشي، يعني كل دي حاجات هتطلع بالآلة على طول. بص، كل ده هتحط الآلة على طول وهتطلع لك الناتج على طول. ماشي، طبعا احنا ما بنحلش كل ده زي ما اتفقنا، بس ايه، حل الحاجات اللي احنا اتفقنا عليها المهمة. سيبك من الديستريبيوشن، لو لقيت اي حاجة فيها ديستريبيوشن ما تحلهاش. تمام، عشان ان شاء الله هنخش المرة الجاية على ريبيتد مالتيبليكيشن اللي هو ليسون 5. اوكي، عشان نخلص عشان عايزين نخلص يونت 1، عشان ان شاء الله نعمل ريفيجن حلوه كده محترم عليها، عشان ايه بقى، نسترجع كل الحاجات اللي احنا خدناها في يونت 1، ونركز على الحاجات المهمه اللي بتيجي في الامتحانات، ونحل امتحانات مع بعض من يونت 1، وايه نظبط يونت 1 كويس قبل ما نخش على يونت 2 بقى، والشغل الممتع بقى الحلو الجديد بقى كده. انا خلصت النهارده، وان شاء الله تكون استفدتوا من الفيديو بتاع النهارده. لو عجبك الفيديو اعمل لايك وقول لي رايك في الكومنتس. بالتوفيق ان شاء الله، شكرا.